متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. نبدأ بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى تقريبا خلو سماء المملكة من تواجد الكميات السحب والغيوم، سوى على بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية ظهرت بها بعض السحب والغيوم في ساعات ما بعد ظهيرة هذا اليوم، لكن تخلو سماء المملكة من تواجد أي سحب وغيوم. خرائط توقعات درجات الحرارة، نلاحظ انسحاب الكتل الهوائية الباردة مبتعدة عن المملكة مما سمح بحدوث ارتفاع على درجات الحرارة، وكما نلاحظ نتوقع اتساع رقعة هذا الهواء الدافئ نحو المناطق الشرقية وباتجاه المناطق الغربية، ويتوقع استمرار تدفق هذا الهواء الدافئ ليصل إلى المناطق الشمالية من المملكة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، ذلك بسبب هذا الهواء يندفع بسبب تقدم لهواء بارد في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط. هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون غالبا صافية، درجة حرارة 11 درجة مئوية، والأجواء تبقى طبعا باردة نسبيا في ساعات الليل. أما في ساعات نهار يوم غدا فيتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء مستقرة في معظم ومختلف مناطق المملكة تكون مائلة للدفء في ساعات الظهيرة. هناك فرصة لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. نستعرض الآن سوية أعزائي المشاهدين توقعات درجات حرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا نهارنا صغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء، إسكاك 20/8 على العرب 17/6، تبوك 22-10 درجات مئوية. غربا في مكة المكرمة 32-21، جدة 30-22، مدينة نورة 28-16، وفي الطائف من 25-12 درجة مئوية. جنوبا في المناطق الجنوبية الغربية في جازان 28-24 مع فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار، في أبها كذلك أمر 21-11، وفي الباحة من 18-12 درجة مئوية. غربا في الإحساء 25-10، في الدمام 25-11، وفي حفر الباطن من 24-8 درجات مئوية. في حين تكون في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض 24-12، في بريدة 25-9، وفي حائل من 23-7 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون 24-12 يوم الثلاثاء، 24-13 يوم الأربعاء، وأجواء مغبرة بعض الشيء يوم الخميس من 26 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون 15 درجة مئوية في ساعات الليل، وذلك بسبب تدفق المزيد من التيارات الهوائية الدافئة باتجاه المناطق الوسطى والشرقية من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة. دائما يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحميلكم تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.